كابتن سيد فاكر كواليس الجواز؟ طبعا لما اتقدمت طبعا انا اتقدمت خدت معايا اخويا وكانت معايا والدتي تقدمت الراجل طبعا ربنا يرحمه يحسن اليه واهلاوي برضو وعيلته كل بس اتقلبوا اتقلبوا يعني فانا كنت الحقيقه كنت يعني عيني عليها لانها كان خالي موجود ساكن في رمسيس وهم كانوا ساكنين خالي تحت وهم فوق وكنت على طول بتروح لخالي بروح على طول معانا يوميا عند خالي لانه صاحبه سمير الجندي مهندس خزاف وصاحبي ومتربي معايا فكنت بروح دايما عند سمير نروح نخلص تمرين واروح اقعد معاه فكنت انا مربيها كانت بتقول لي ابيه والله انا اكبر منها ب 11 سنه كان بتقول لي ابيه لغايه لما تقدمت لها وانا طبعا بالمناسبه دي انا بشكرها طبعا هي ربت ولادي كويس انت عارف احنا لعبت الكوره يعني بنبقى المعسكرات والماتشات مش فاضي يا ربت ولادي كويس خلت عندي 2 دكاتره في الجامعه ومحمد مدير في شركه بترول وبنتي خريجه اعلام وجوز بنتي برضو شغال في شركه بترول فالحمد لله يعني هي اللي شاركتك رحله الكفاح لا مش هي صاحبه فضل لان كانت هي بتهيئ لي كل حاجه انت صغيرة في السن وانا طبعا الكورة دي والتدريب حياتي فكنت بقى متكل على الله وعليها فهي عملت كل حاجة كويسة بعد كده انا محمد السيد بازوكا انا ادهم محمد السيد بازوكا انا بحب الاهلي بالاسماعيلي عشان جده كان بيلعب في الاسماعيلي وكان نجم الاسماعيلية وبابي كان بيشجع الأهلي فأنا بحب الاثنين أنا بحب جده في إن هو بيلعب الكورة وهو اللي علمني إن أنا أحب الكورة وأفضل يعني أفضل يعني أحب الكورة أنا بحب جده سعيد جدا 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 وربنا يخليه لينا ويفضل فرحان على طول ويشوفني عروسة أنا بحب جده قوي وربي يخلينا لينا ويربى على طول يكون معانا وانا بحبه جدا قوي 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 الماتش ده حضر 120 الف متفرج الماتش ده كان لسه بابي ما اتولدش الماتش ده كان سنه 70 الماتش ده حضر 120 الف متفرج ده كان نهائي بطوله افريقيا وده كان الاسماعيلي اول نادي مصري ياخد بطوله افريقيا لان النادي الاسماعيلي فتح المجال بعد كده النادي الاهلي والزمالك والمقاولين والانديه مصر كلها بدات فتح لها بقى ياخدوا البطولات دي كلها ده جمهور ما تعرفيش مين ال 120 الف بيشجعوا مين يعني ما تعرفش مين فيهم اهلاوي ومين زملكاوي ومين ترسناوي كل دي جماهير مصر جايه تفرح لمصر ده بقى الجماهير العظيمه بتاع زمان اللي ما كانش فيه تعصب انا طبعا بحمد ربنا ان انا اسمي احمد سيد عبد الرازق وشرف لي ودي اكبر نعمه بحمد عليها ربنا ان انا احمد سيد عبد الرازق انا اسمي محمد سيد عبد الرازق بازوكا انا بحب وبعشق وبشجع نادي الاسماعيلي وعمري ما هشجع فريق غير نادي الاسماعيلي انا بحب وبعشق النادي الاهلي وما اقدرش استغنى عن النادي الاهلي والنادي التاني المفضل ليا نادي الاسماعيلي بابا علمنا ان احنا ما نتعصبش ان احنا نحب الحاجه لكن ما نبقاش ومتحيزين لها لكن مش بتعصب يكفي ان هو اسماعيلاوي وكابتن نادي الاسماعيلي لكن انا اهلاوي وسابني براحتي وبيقعد يتفرج معايا على ماتشات الاهلي لو هوجه كلمه لبابا هيبقى هو دعاء اتمنى من الله عز وجل ان ربنا يبقى راضي عننا وان احنا نعرف ان بابا وماما يبقوا راضيين عننا اللي هم فعلا ربنا احسن تربيه ودعائي ان هو ربنا يحفظهم ويبارك فيهم ويطول لنا في عمرهم ويعني يرضوا عننا كابتن سيد يعني انا شايف مع حضرتك مجموعه صور جميله احكي لنا بقى قصه كل صوره دي اول صوره كابتن اسامه دي وانا بتكرم في قصر عابدين مع المهندس حسب الله وده بعد بطوله افريقيا لا ده عند اعتزالي بقى ده انا بدات بالاعتزال عشان اقول لك يعني انه ما بينسوش كل واحد بيدي ما بين الدوله ما بتنسوش يعني تمام وده المهندس حسب الله كان فرحان كان هو اللي بيستلم الجائزه دي صوره انا وكابتن نادي اسماعيلي ونصر الباكستاني كان بيلعب في القناه واحنا ناشئين صوره الناشئين دربي والصوره دي واحنا بنلعب مجهود حربي الصوره دي في العراق
واحنا بنلعب مجهود حربي كانت لصالح لصالح مصر, في العدوان 67 الاسماعيلي لفينا كل الدول العربيه ورحنا افريقيا, كنا بنلعب لصالح المجهود الحربي. كان لكم دور كبير برضه, كان احنا وسادة ام كلثوم عشان الدوله وقتها. احنا بنلعب عشان الدوله, وام كلثوم كانت بتغني لصالح الدوله. طبعا احنا حتى المصروف الجيب اللي كنا بناخده ما كناش بناخده لصالح الدوله. بس ودي صوره في الامارات, ودي الدرويش, الدرويش برضه صوره دي في العين برضه, كانت في الامارات. لفيتوا في الخليج وقتها, كنت تلعبوا ماتشات 45 يوم. ودي طبعا وانا صوره الزواج طبعا, زوجتي طبعا يشرفني ان انا طبعا ان انا اعلن صورتها. وطبعا المهندس صلاح حسب الله مش كان رئيس شركه مقاول العرب, رئيس نادي الاسماعيلي كان صاحبي. صاحبي كانت زمانكم علاقه كبيره مع بعض, هو والمدام بتاعته في الفرح بتاعي. حضر التكريم بعد مباراه الاعتزال, وحضر فرحك كمان. حضر وهو وشاهد لي في الجواز كمان, يعني اثنين وزراء, هو المعلم عثمان احمد عثمان كان شاهد على عقد الجواز. ودي في التمرين كانت ايدي مكسوره. شوف حتى وانت ما ايدك مكسوره في التمرين موجود برضه التمرين. ودي واحنا واقفين, كان في ماتش من الماتشات في الدول العربيه. ودي احنا مسافرين افريقيا, صورة طبعا دي كان وقت بطوله افريقيا سنه 70 ولا دي؟ دي صوره طبعا جايبين المطرب طبعا الكبير بتاعنا كان الوقت ده, صوره غلاف. ودي صوره ليها ذكرى جميله جدا. واحكيها. ايوه. صوره نادي الاهلي كان علي زور مدير الكوره. ده الماتش اللي كسبناه 1-0. دي طبعا القانون بتاع الكوره بيقول لك اي فرقه تتاخر ربع ساعه او ثلث ساعه المباراه تتلغي, الماتش بيتلغي والفرقه الثانيه بتكسب. استنينا نادي الاهلي 45 دقيقه, عديته ال 15 دقيقه ده كله. فكان في مدرب الحكم كان يوناني, كان بتعرف الحكام يونانيين. نطع عربي قال لك طب ييجوا ده الماتش اللي كسبناه 1-0. وده اللي ادانا الدوري. لا, اللي انا ملاحظه في الصوره وكنا يعني بنتكلم عنه, الجماهير وهي قاعده على الخط, قاعده على الخط على الملعب. الجماهير في الملعب. اسال الشيخ طه, اساله اللي كانوا بيلعبوا موجودين. ما كانش في مدرج اصلا على الخطوط. ودي جماهير الاهلي لما جم متاخرين قعدوا على الخطوط, ما حدش لمس حد. صوره من الصور الجميله فعلا. ودي صوره كنا في احدى المطاعم في اسماعيليه. وده ماتش العراق, ده الواحد عمره ما ينساه, ده من احلى الماتشات اللي تلتها. كان عبد العزيز عبد الشافي ربنا يديله الصحه, كان متالق وطلع هداف في البطوله دي, وخدنا البطوله دي. كانت مصر اول بطوله عربيه, كاس فلسطين. كاس فلسطين, فلسطين. لعبتوا المباراه النهائيه قصاد العراق وخدتوا البطوله. وكان زيزو بقى نجم الدوره كلها. ودي كرمنا الرئيس السادات, ادانا كل واحد وسام فيها. ودي طبعا احنا ونادي المحرك البحريني. وفيها السناري, وفيها حوده الله يرحمه. فيها السناري يرحمه, في نص السادات ربنا يديله الصحه. وانا قاعد على الارض, ودي الفرقه, فرقه المحرك البحريني. دي كسبناها اول ما رحنا, كسبناها 10. لعبوا ماتش تاني كسبناها 1-0 بالعافيه. يعني شوف التقدم تاني سنه. الناس كان في تقدم في الدوري العربيه رهيب جدا. صور جميله وذكريات حلوه. انا بشكركم وبشكر تكريمكم, بشكر نادي الاهلي انه فكر يجي يكرمني بيتي. واحنا يعني نتشرف ان حضرتك موجود معانا, وتسمح لي بقى ان احنا نكرمك دلوقتي يا كابتن سيد على مشوارك الطويل. ربنا يكرمك يا كابتن سامي. شكرا. اتفضل.